واحد من اهم المشاريع الموجوده في المنصوره الجديده وهو كومباوند زاهيه الرابط لشركه سيتي ايج. انا نوره اسامه بروبرتي كونسلتنت في شركه ايزنز للتطوير العقاري، ودي سلسله حلقات المنصوره الجديده عاصمه الدلتا الجديده. هتكلم معاكم في كل حاجه خاصه بالمدينه من اول الموقع لحد السيرفيسز والفاسيلتيز اللي موجوده فيها. كومباوند زاهيه يقع في قلب المرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة، يقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة 15 كيلو متر. مساحة الكومباوند تصل 750 فدان، ومساحة الفيلا من الداخل تصل ل 700 متر. الفيلا متقسمة لفيلا الكلاسيك وفيلا المودرن. في فيلا الستاندالون ودي بتكون فيلا لوحدها، وفي فيلا التوين فيلا ودي بتكون فيلتين جنب بعض، وفي فيلا تاون هاوس ودي بتكون 4 أو 6 فيلا جنب بعض. الكومباوند يقع على مساحة 750 فدان، 22 من مساحة الكومباوند مباني، وموجود كمان مساحات خضراء كتير، لاندسكيب وحدائق، وكمان موجود شاطئ خاص بسكان الكومباوند، وكمان موجود كورنيش كبير هتلاقي موجود عليه كافة الخدمات، وهيبقى عليه اكتر من 20 فود كورت، نظام امن وحراسة، وكمان كاميرات مرعبة لمدة 24 ساعة. وكمان عشان سيتي ايج تزود الامن والخصوصية في الكومباوند، حاطط الكومباوند بسور وبوابات الكترونية، وكمان الكومباوند محاوط بمركز خدمات المدينة، ده اللي بيكون فيه فندق 5 نجوم، مستشفى العام، مول طبي متكامل وده هنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقات الجايه، مجمع مدارس، جامع المدينه، اكتر من مول تجاري، مناطق ترفيهيه كتير هيبقى موجود فيها سينما، قصور ثقافه ومكتبات عامه، وملاهي للكبار والاطفال. طب هو ما فيش مشاريع سكنيه تانية في المنصوره الجديده غير كومباوند زاهيه؟ اكيد في مشاريع سكنيه تانية، وده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقات الجايه.